بحب الفن لأنه بهوى الفن، ماني أخذته تجارة. من قلبي بحب غني لأنه بحب غني. لو كان عشاق كلوديا، انت غنيتي من قلبك علشان كده وصلتي لقلوب الناس بسرعة. وعشان كده انا بحب المصريين صدقيني مع عم زامل، ومع انه انا بعد ما غنيت مصري وبدي غني مصري، بس بدي شغلي كاملة متكاملة لصوتي. ما بدي هالشاعر والملحن انه عنده الاغنية ما زبطت عند فلان بعطيها لكلودا، لا بدي حضر خصيصا لإلي. وصدقيني ان شاء الله هلأ انه لانه كتير عم نشوف هيدا، ان شاء الله هالسنة يكون في عندي لحن مصري. ويمكن انت مثل ما عم بتقولي لي انا قد ما بغني بصدق، ويمكن مشان هيك بحب الشعب المصري وهو حبني ذات الشيء، وشفت الاستقبال بعيوني. رغم كمان انك ما غنيتيش اغاني مصريه لانك واصله للمصريين قوي، لغتك حلوه سهله. يعني عن جد بشكر رب العالمين على هالنعمه، لانه صدقيني انا وقت جيت على مصر صورت اربع فيديو كليب مع المخرج جميل مغازي، رحنا على المقطم صورنا بيكفي تغيب يلا رجع، قلت لهم بمصر مصورتها بيكفي تغيب يلا رجع، بيكفي تغيب انت القلب انت الروح والحبيب. كليباتك فيها روح مصري برضه. ولا صدقيني حتى انا كنت اخذ كل الستاف، الميك اب المكياج كان من هوني، كان في محمود مرشد، كل الشباب بجننوا كانوا ما تركوني، والكوافير كان من هوني، صاروا يقولوا لي شكلك مصريه. يلي ما بيعرفني يلي انا قد ما كثير متاثره من زمان بحضر افلام مصريه، من انا وطفله صغيره تربيت على هالجو هيدا، وبعشق اللهجه حتى، بس ما بحب الكلام يلي منه دم خفيف، يعني بدي اياه مهضوم يفوت على قلبك بسرعه. لو جالي كلمة حلوة ولحن حلو مصري أكيد هتبقى من غير تردد هتغني إن شاء الله يا رب، لأنه عن جد بمصر يلي شفته بعيوني قديش هن. بتعرفي ليه؟ يمكن أنا بحبكم كتير لأنه ما في تمثيل. أنا من النوع أنه يلي بقلبي على راس لساني بدي أقول، بدي أحكي، يا بحبك يا ما بحبك. والمصريين نفس الشيء، يا بحبوا الشخص بيعطوه بقدموا روحه لإله، يا ما بحبوك شو بدهم فيك خلاص بيبعدوا عني. يا بختنا بحبك يا بختي أنا حبيبتي.